ما شفناك كثير بعالم الكليبات رغم عندك تجارب كلش ناجحة، ليش ما استمريت بيها؟ بعد بالفترة الأخيرة الكليبات اللي صارت عندنا يعني سوري كليبات هجينة يعني، وصار استسهال بالموضوع. يعني يجي الفنان يبخل على شغله، أنا أي واحد يبخل على شغله ما أشتغل له صراحة. شكرا يا عمر. شنو كانت كواليس الياس خضر؟ أعتقد من آخر كليبات يعني راح الياس خضر. شوف شكرا يا عمر، وبوقتها أنا عجبتني الأغنية يعني، وقلت لهم أنه العمل كان أساسا إنتاجنا إحنا، عندنا ألبوم كامل بعد منازل للفنان ياس خضر المفروض ينزل هسه بعد ما بعد دورة السنة ذكرى يعني. أي يعني الأستاذ ياس خضر يعني الله يرحمه تاريخ وأخلاق ورجل خسارة ما تعوض يعني. طبعاً. وانت كان يحسب لك انك وجهته انه يمثل ويأدي. الحمد لله شكرا. اتذكر ملاحظه قال لي اياها وقتها كنا نصور، قال لي قبل كانوا ياخذونه للموصل يوقفونه ورا شجره، انا قلت له للمخرج قلت لك ليافه قلت له الراشديه متروسه اشجار وقفتني هناك. زين، دائما الشتاء يحمل وياه ذكريات تعلق براسنا، ذكريات ممكن تكون اليمه او صعبه، نتمنى انه يتوقف الزمن بوقتها ونجمد الزمن بوقتها وما نخليها تصير. شنو هذا الشيء اللي إذا بيدك إنك ترجع تجمد الزمن حتى ما يصير؟ خسارة شخص معين، موقف بعده عالق ببالك؟ يعني ماكو ذي الموقف، بس أنا يعني أتذكر أيام قبل، أيام قبل كانت أحلى من هسه. يعني أيام قبل تحس يعني أخلاق الناس غير. يعني كانت اكو رحمه، اكو كذا، حتى بالشارع اكو احترام لاي شخص. هذه يعني مع الاسف هذه الحروب وهذه الاحداث اللي مرينا بها شويه اثرت على نفسيه